فإذا لم نقل أن دور الأم أكبر من دور الأب فإنه لا يقل عن ذلك أبدا. ولهذا ينبغي للأمهات أن يلتفتن إلى هذا الأمر، تلتفت إلى أنها هي مو فقط دورها في البيت تكنس وتنظف وتغسل وترضع وتطبخ وما شابه ذلك، لا، هي مربية وهي مؤثرة وهي مباشرة لهذا الطفل. تكون الطفل هو على إيد الأم. ليش؟ يقول لك بعد فترة الرضاعة ما بين 3 سنوات إلى 6 سنوات تتكون عقائد الإنسان الأولية ومعارفه العامة، طريقة التعامل مع من حوله تتكون في هالفترة، معارفه عن العقائد، الله منو هذا، شنو، جنة، نار، كذا، تتكون في هذه الفترة بصورة أولية. ولذلك احنا نلاحظ بعض الخطأ اللي تقوم به بعض النساء أو أحيانا حتى بعض الآباء، تخويف من الله بالنار، إذا تسوي هالشكل الله بيوديك النار. شنو هذا يصير عنده الطفل بعد مدة أن الله فد شيء بس شايل النار وقاعد يدور بها من مكان إلى مكان حتى بس يعذب الناس. إذا ما تسوي هذا بيوديك النار، إذا تسوي هذا بيوديك النار، حتى صاروا الأطفال فيما بينهم هم كل واحد يقول للثاني الله بيوديك النار، وكأنهم لا يعرفون عن الله عز وجل شيئا إلا أنه صاحب نار ويدخل فيها الناس، وهذا تشويه للحقيقة. تعال عرف بالله الرحيم اللطيف، الله الحبيب، الله الذي يرزق، الله الذي يعطي، الله الذي يطعم، الله الذي يشفي. طيب حببه إلى الله عز وجل في هذه الجنة، تكلم عن الجنة أكثر مما تتكلم عن النار. هذا بالنسبة إلى الأم أمر مهم جدا، كيف يتعامل مع من حوله، مع المحيط، هذا إنما يصنع في هذه الفترة، والأم تستطيع أن تقوم بدور مهم في هذا الجانب.